ونتحول مع حضراتكم مشاهدينا إلى عمرو عبد المجيد من بنسلفانيا. أهلا بك عمرو. وكنا منذ قليل نتابع على الهواء مباشرة مؤتمر جماهيري لدونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية. ما الحال لديك؟ يعني ساعات حاسمة فاصلة في هذا التوقيت قبل الانتخابات، كيف تجري الأجواء وما في الكواليس؟ عمرو تفضل. مرحبا بك يا نهى. بداية وبالتحديد هي الولاية الحاسمة في هذه الانتخابات. هذه الولاية التي تصبح حاصلة صوتا في المجمع الانتخابي هي دائما طريق الرئيس إلى البيت الأبيض، وأن سيد أو سيدة البيت الأبيض خلال الفترة القادمة. طبعا هذه الولاية من أهم الولايات المترجحة، وبحسب آخر استطلاعات الرأي التي وردت عليه نحن في مكانة في ان النصف الان 48% لكل منحرف، مع ترامب التساوي الساء للاصوات داخل هذه الولايات الجديده، لا احد يتفوق على الاخر. وبالطبع ترامب يتواجد في الولايه، وهناك مؤتمر جماهيري حاد لحارس في هذه الولايه الذي يحاول الجميع دائما ان يكسب هذه الولايه في حال من الاحوال تكون هي طريقه الى بشكل كبير جدا. هذه الولايه ستكون حاسمه في الولايات المتحده الامريكيه، وستكون هي الطريق. نعم عمرو، يعني نعتذر بسبب يعني مشكلة في الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لك على طبعا حضورك وعلى التفاصيل لعمرو عبد الحميد موفد التلفزيون المصري إلى بنسلفانيا.